طيب انا عايز اروح اطمن على الفريق بشكل اكبر، اروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان يطمننا على الفريق واخر استعداداته للمباراه المهمه امام صن داونز. يا كريم اهلا بيك. اهلا بيك زميلي امير، كل التحيه لكل المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. الجمهور سامعك يا كريم، عايز يطمن على الفريق، طمنا. يعني اكيد طبعا امير، في البدايه اتمنى كل الشغل المبذول خلال الايام الماضيه بالنسبه للتحضيرات الاداريه الفنيه باذن الله يكون بالنجاح، وترجع على ارض الملعب يوم السبت 6 مساء على استاد القاهره باذن الله النادي الاهلي خطوه للامام في البطوله الافريقيه. انا عايز اطمنك اطمن كل جمهور النادي الاهلي الحاله المعنويه بشكل كبير، الجديه والاصرار اللي بنتكلم عليه في كل التدريبات، هي دي سمه تدريبات الاهلي، اللعيبه عارفه بشكل كبير جدا اهميه المباراه. ان شاء الله باذن الله نقدر نكسب في الشوط الاول زي ما كنت قلت يمكن معاك فرح كبير، شوطين، شوط اول في مصر وشوط ثاني في بريتوريا، لكن التركيز كله والحمل التدريبي وكل الجمل التكتيكيه بمصلحه النادي الاهلي. النهارده يمكن اليوم الثاني على التوالي لغلق تدريب النادي الاهلي، امر طبعا اتكلمنا فيه اكثر من مره، قلنا امر مهم وامر جيد جدا بالنسبه للجهاز الفني والجهاز الاداري للنادي الاهلي. كريم استاذنك بس، استاذنك اتحرك يمين او شمال شويه لان الصوت بيقطع بس. سامعني كده زميلي عيسى؟ اه كده تمام، اتفضل. يمكن زي ما بنقول يعني ان شاء الله باذن الله التدريبات اللي بيتم فيها النادي الاهلي بطريقه ثابته جدا وباداء ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي اصابات، ما يبقاش في اي اجهادات لعيبه النادي الاهلي. النهارده يمكن كان زي ما انت ذكرت زميلي امير محاضره فنيه لمستر ريني بايلر اللي شغال بشكل مكثف على تحضيرات الفيديو، مقاطع الفيديو بيحضر اللعيبه بشكل مستمر، اللعيبه كمان عارفه اهميه هذه المباراه امير، ودي يمكن النهارده كان مخصص لينا احنا والمركز الاعلامي طبعا اول 10 دقائق بالنسبه للمران للنادي الاهلي الكل مركز، تيجي تبص على وشوش اللعيبه تلاقي في حاله تركيز، في حاله اصرار، اللعيبه ال 60 دقيقه او الاكثر من 60 دقيقه بالنسبه لتدريب النادي الاهلي بتكون كلها حماس، كلها جديه. امبارح كان في اشتراكات والتحامات مع لعيبه النادي الاهلي، ده نتيجه التركيز والكل عايز يثبت نفسه والكل عايز يشارك في هذه المباراه. لكن بشكل عام كل الامور الخاصه الفنيه التكتيك النهارده كان في شغل تكتيك كبير جدا، وده اللي يمكن ادينا ان احنا نستنتجه طبعا مع غلق تدريب فريق النادي الاهلي، كان في تقسيمه رائعه ومميزه جدا، الكل كان حاضر فيها ذهنيا وفنيا وبدنيا بشكل مميز جدا للعيبه النادي الاهلي. على الجانب الاخر ايضا كمان حراسه المرمى مايكل مدرب حراس المرمى بيجهز الحراس بشكل رائع ومطمئن ومميز جدا، الشناوي النهارده بيتالق شريف اكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حاله رائعه، ودي اللي احنا عايزين ننقلها لجمهور النادي الاهلي، ان التركيز الكبير اللي شايفينه في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يوم السبت يكون يوم الاهلي ويكون يوم جمهور النادي الاهلي. كل العوامل المهيئه، اداره النادي اشتغل بشكل كبير جدا على زياده الجماهير، وبالفعل قدرنا نوصل ل 30,000، كنا بنامل ان يكون اكتر من كده لكن خلاص تم الامن بالوفاء على هذا الامر. الناحيه الثانيه على الجانب الفني والاداري كل اللعيبه بتشتغل بشكل كبير ان شاء الله امير، يعني الحماس الكبير جدا والثقه الكبيره كده عليها كل مره مع لعيبه النادي الاهلي في المواقف ان شاء الله نشوف لعيبه النادي الاهلي، نشوف معدن كل لاعب ان شاء الله في المباراه الاولى، وان شاء الله تكون المباراه الثانيه هي مباراه التاهل ان شاء الله زميلي. باذن الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي طمنا على الفريق بشكل كبير جدا.